بعد فوزهم ب78 مقعدا في الانتخابات التشريعية، أصبح الأحرار القوة السياسية الثانية في المجلس الشعبي الوطني، هي سابقة لم تشهدها الجزائر من قبل. ما يعول عليه في البرلمان أن يكون الأحرار أصحاب مبادرات قوية، مبادرات تشريعية، مبادرات برلمانية، نظرا لاستقلاليتهم الكاملة على العمل الحزبي أو العمل السياسي، وهذا ما سوف يشكل ربما نقلة نوعية في العمل البرلماني ليكون محرك حقيقي سواء للعمل التشريعي وتجويد العمل التشريعي والذهاب إلى صناعة تشريعية قوية مرتبطة بالمجتمع وبعيدة على أي تجاذبات سياسية أو تجاذبات حزبية، أو سواء أيضا من خلال تعزيز العمل النيابي على أساس أن الأحرار أيضا تربطهم بالمجتمع الكثير من الآليات وعلى رأسها الارتباط بالمجتمع المدني. استقلالية النواب الأحرار عن الغطاء الحزبي قد يمكنهم من ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة بعيدا عن أي حسابات سياسية. بإمكان أيضا الأحرار بأن يكونوا أداة رقابية وقوة رقابية حقيقية داخل البرلمان، فالحكومة مهما كانت سواء كانت حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراطية أو حكومة سياسية مطعمة ببعض التكنوقراط، فهنا الأحرار يكون لهم دورهم البارز سواء من خلال المرافعة أو من خلال ضبط الرقابة على البرلمان أو تفعيل الكثير من الآليات القانونية والدستورية لتسييد رقابة البرلمان بشكل حقيقي على عمل الحكومة. صعود المترشحين الأحرار في تشريعيات 2021 واعتمادهم على الكثير من الشباب مكنهم من استقطاب الناخبين عبر الولايات وتجاوزهم لبعض الأحزاب التقليدية التي تعودت حصد المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان.